بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل ما شاء الله جاري مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة هنا في أرضية هذا الميدان. منذ لحظات ينطلق بنقول شوطنا السادس عشر في مجموع هذه الأشواط، وشوطنا السادس عشر خصص للجعدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق ونتمنى الناموس للأخوة المشاركين حضورا ما شاء الله ومتابعين لكل هذه الانطلاقات. انذار التوقيت، انذار الناموس، انذار التميز. سالم بن محمد بن سالم بن واس، 4:30 لازال التوقيت صامدا ما شاء الله، صامدا تحت اقدام انذار. اعود الى المركز الاول، اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الحميري. هناك طامي لسهيل بن خليفة بن عبيد الحميري مسيطرا على المركز الاول. الوضيحي لسعيد سالم خلفان بن بينونة الاجتبي على ثاني المراكز، بينما اللي في المركز الثالث الشامخ عبد الله بن علي بن عجيل الشامسي، وفي المركز الرابع هنا شاهين لخدير بن سالم بن حمدان الوهيبي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس أرجنت راشد مخرم مطرب علوان، بينما اللي في المركز السادس هنا شباب لعبد الله بن سعيد بن معيض ضد ما شاء الله يأتي سادسا. وفي المركز السابع من يأتي في هذه اللحظات الواضح لخليفة بن محمد بن قحيد، وثامن المراكز هناك شاهين سلطان بن مبارك رفيسة، وفي المركز التاسع هناك العطاوي لعبد الله بن حمد محمد رجاء الهاجري، وفي المركز العاشر الذيب لسالم بن سعيد بن شاسب المسافر. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للعشر المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل والمميز، هذا الأداء اللي بنسميه الأداء البروبلم. يا سلام الأداء البروبلم ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا مع بن بينونة، يا سلام يا بن بينونة، يبغي السلامات إلى وين؟ إلى العين، ولكن وين العين؟ ما بنسبق الأحداث، ما بنسبق الأحداث. عقب تخطيه الميتين المتر، إذا كان الوضيحي يوضح لنا الأمور من الآن. ما شاء الله بدأ يندفع، من الآن بدأ يندفع، من الآن بدأ يقول السلامات لي، السلامات لي، السلامات إلى العين إن شاء الله. نقلتنا على المركز الثاني شاهين لغدير بن سالم حمدان لوهيبي أيضا حاضر هنا. ثاني المراكز المركز ثالث أرجنتي راشد مطر بن علوان، المركز الرابع الشامخ لعبد الله بن علي بن عجيل. هكذا كانت النتيجة. يا سلام يا بن بينونة، سق الله دارك يا بن بينونة، سق الله دارك على هذا الأداء الجميل المميز اللي يقدمه الوضيحي، اللي يقدمه الوضيحي. فعلا الحين بنطرش السلام، الحين بنطرش السلام من ميدان الطي إلى مدينة العين. يسعد صباحكم، اسعد صباحك، سق الله دارك يا على دارك، حيا يا بن بينونة على هذا الأداء اللي يقدمه ما شاء الله الوضيحي هنا على أرضية هذا الميدان. ها هي لحظات وصوله خط النهاية مع الفوز والناموس، هي لحظات وصوله خط النهاية مع الفوز والناموس. المركز الثاني اللي في المركز الثاني هناك المطر بن عبد الله بن رفيع، المركز الثالث أخدير بن سالم الهويبي، المركز الرابع راشد مخرم مطر بن علوان، المركز الخامس عبد الله بن علي بن عجل. 6:04 التوقيت الزمني، 31 ثانية تهانينا والناموس.